بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نحييكم طبعا في اليوم الثاني في دروس عين وفي مقرر أحياء 3 الصف الثالث ثانوي. اليوم موضوعنا طبعا يتحدث عن عملية البناء الضوئي، طبعا هو تكملة لموضوع أخذناه بالأمس واللي كان يتحدث عن كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة. طبعا المخلوقات الحية مصدر الأساسي لها هو الطاقة المنبعثة من الشمس، لكن من يقوم بإدخالها إلى السلاسل الغذائية في الكائنات الحية؟ تدخل هذه الطاقة عن طريق عملية تسمى عملية البناء الضوئي، هي محور حديثنا لهذا اليوم. سنتحدث عن عملية البناء الضوئي، مكان حدوثها وكيف تحدث ونواتج هذه العملية. بداية هذه مفردات الدرس: الثاليكويد، الجرانا، الحشوة، الصبغة، حلقة كالفن، إنزيم الريبسكو. سوف نستعرض هذه المفردات من خلال استعراض درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا مركزين على هذه المفردات التي ستمر علينا في هذا الدرس. هذه المعادلة مرت كثيراً عليكم، يعني في المرحلة المتوسطة والابتدائية، والتي تقول ثاني أكسيد الكربون زائد الماء في وجود ضوء الشمس تنتج سكر الجلوكوز والأكسجين. لهذا تعتبر النباتات من العوامل المهمة في عملية تزويد الجو بغاز الأكسجين، في حفظ توازن غاز الأكسجين. إحنا اليوم نبي نتحدث عن هذه مركبات غير عضوية اللي هي ثاني أكسيد الكربون والماء، كيف تحولت إلى مركب عضوي؟ طبعا هذه معادلة سهلة جدا، لكن الخطوات التي تحدث فيها هذه العملية هي عدة خطوات سوف نستعرضها لهذا اليوم، وكيف تحدث حتى في النهاية نحصل على سكر الجلوكوز. أولا في البداية درستم أنتم سابقا كان من بين الفروق بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية هو وجود حاجة يسمونها البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء هي المسؤولة عن عملية البناء الضوئي في الخلايا لوجود تراكيب خاصة مهمة جدا، فموجودة عندها في حاجة يسمونها الثاليكويد، وهي مجموعة من الأغشية المسطحة تشبه الكيس، تترتب في رزم متراصة تسمى الجرانا، وتحدث التفاعلات الضوئية في الثاليكويد. يعني عندنا عملية البناء الضوئي تتم في مرحلتين ثم بنستعرضها في الشرائح القادمة، تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية. تحدث التفاعلات الضوئية في الثاليكويد واللي طبعا متراص على شكل جرانا، وتحدث التفاعلات الضوئية في الحشوة. وين موجودة هذه في البلاستيدة؟ طبعا هذه الصورة توضح لنا تركيب البلاستيدة. لو لاحظتوا طبعا هذه عملية البناء الضوئي تتم في الأوراق، والورقة مكونة طبعا نسيج الورقة معروف النسيج مكون من مجموعة من الخلايا. إذا كبرنا الخلية نجد فيها تراكيب البلاستيدات الخضراء، هذه موجودة. أخذنا البلاستيدة هذه وكبرناها بشكل مكبر نجد الثاليكويد، هذه الأغشية، هذه تسمى أغشية الثاليكويد المتراصة فوق بعض، هذه كأنها شرائح الهلل، هذه موجودة متراصة بعض، هذه يسمونها الجرانا. الفراغ اللي حولها هذه يسمى اللحمة أو مكان حدوث تبعت له الفراغ اللي حول الجرانا. فعندي ثاليكويد إلى الأغشية هذه متراصة على شكل أطباق يسمونها، يطلق عليها مفردة الجرانا، يعني هذه كلها جرانا وهذه أغشية إيش؟ الثاليكويد. واللحمة أو الستروما هي المكان اللي حولها. هذه في البلاستيدة الواحدة، يعني لو تلاحظ البلاستيدة الواحدة فيها يمكن أعداد كبيرة جدا من الجرانيا وأغشية الثاليكويد، وكل غشاء يتم عليه التفاعل من التفاعلات اللي التفاعلات المرحلة الأولى تسمى التفاعلات الضوئية، وفي الحشوة تتم التفاعلات اللا ضوئية. طيب وش التفاعلات الضوئية وش التفاعلات اللا ضوئية؟ يعني احنا الآن تحدثنا عن مكان الحدوث، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تضعوها في الحسبان، هي مكان الحدوث، وين يحدث كل نوع من التفاعلات الضوئية، أين تحدث، واللا ضوئية أين تحدث من خلال هذه الصورة. لو أخذنا مراحل البناء الضوئي طبعا احنا وضعناها بهذا الشكل كوضع مقارنة، هذه المرحلة الضوئية والمرحلة اللا ضوئية. طبعا المرحلة الضوئية لها اسم ثاني يسمونها حلقة كالفن. المرحلة الضوئية تحدث في الضوء، حيث يتم امتصاص الضوء وتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية على شكل، وهذه مهمة جدا النقطة هذه، ETB وNADPH. يعني الهدف من المرحلة الضوئية
هو تكوين هذين المركبين الكيميائيين، فحولت الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. تمام؟ أين تحدث؟ يتم التفاعل على يغشية الثالكويد اللي قلناها قبل شوي. في المعادلة تذكرون كان عندنا ثاني أكسيد الكربون والماء. في التفاعلات الضوئية نستخدم الماء، وفي التفاعلات اللا ضوئية يجي عندنا استخدام ثاني أكسيد الكربون. فـ H2 الماء يستخدم في المرحلة الضوئية، وبنعرف بعد شوي كيف يتم استخدامه. هذا بالنسبة للمرحلة الضوئية. المرحلة الثانية يسمونها المرحلة الضوئية، وتسمى حلقة كالفن، تتم في وجود الضوء ولكنها لا تعتمد عليه. يعني النبات في النهار فيه ضوء لكن تعمل بدون الضوء، يعني لو كان في صدفة ودخلت في الليل راح تعمل المرحلة الضوئية مع وجوده، بس ما تعتمد على الضوء، ما لها علاقة في الضوء. ليش؟ لأنها تعتمد على المركبات هذه الكيميائية اللي يتم استخلاصها في المرحلة الضوئية. هنا يتم استخلاص هذه المواد وإتمام عملية البناء الضوئي. يتم فيها استخدام الـ ATP والـ NAD PH الناتجة من التفاعلات الضوئية لتكوين جزيء الجلوكوز اللي هو خلاصة عملية البناء الضوئي، تكوين سكر الجلوكوز. طبعا بعد ما يتكون سكر الجلوكوز تقوم النباتات بتحويل هذا السكر إلى جزيئات، أما تحول جزيئات بروتينات أو جزيئات دهون، وتبدأ تصنع منه حتى الكائن الحي يغيره. في حاجة يسمونها عمليات الأيض تتم داخل الكائنات الحية اللي يتم فيها عملية التحولات هذه. يتم فيها ارتباط ثاني أكسيد الكربون مع سكر الريبلوز الثنائي الفوسفات. يعني شوف عندنا في المعادلة كان عندنا H2O هذه تستخدم في المرحلة الضوئية، عندنا ثاني أكسيد الكربون هذه يستخدم في المرحلة اللا ضوئية، فهذه يجب أن تكون في الحسبان. هذا بالنسبة للمقارنة المبدئية بين المرحلة الضوئية والمرحلة اللا ضوئية. تمام، احنا قلنا نحتاج الضوء. جميل، كيف يتم استخلاص الضوء؟ النبات كيف يقوم باستخلاص الضوء؟ الله سبحانه وتعالى أوجد تراكيب خاصة في النباتات تسمى الأصباغ، هي المسؤولة عن امتصاص الضوء. وش الأصباغ هذه اللي عندنا؟ عندنا نوعين، الكلوروفيل والكاروتين. الكلوروفيل طبعا هو لونها أخضر، وعندي نوعين منه A و B. والكاروتينات طبعا هي عدة أصباغ، أشهرها طبعا بيتا كاروتين يعني المشهور، وهذه اللي تعطي ألوان الأزهار والثمار وكثير من أجزاء النبات، وهذه ألوانها طبعا تتدرج بين حمراء وصفراء وبرتقالية اللي أصباغ الكاروتين. كل هالأنواع هذه قادرة على امتصاص الضوء، لكنها تختلف من نوع إلى آخر. لو شاهدنا هذا، يعني لاحظ مثلا الكلوروفيل يقول يزداد معدل امتصاص الضوء بواسطة الكلوروفيل المنطقة المحصورة بين الطيف الأزرق والبنفسجي، ولكن ينعكس في اللون الأخضر. لو تلاحظون الآن شوف الكاروتين هنا عندنا في المنطقة بين الأزرق والبنفسجي، شوف امتصاص عالي، لكن في المنطقة الخضراء امتصاص قليل للضوء الأخضر. لو لاحظتوا هنا في هذه الصورة بين الأزرق والبنفسجي امتصاص عالي، بينما في طيف اللي تعرفين طبعا اللي يسمى قوس قزح، هذا الطيف في الضوء في المنطقة الخضراء يتم عكس الكاروتين. عشان كذا تشاهدون أوراق النباتات باللون الأخضر بسبب انعكاس الضوء نتيجة قلة امتصاصه. بالنسبة للكاروتين اللي هو باللون الأسود هذا طبعا يزيد امتصاصه طبعا بين الأصفر بين البنفسجي والأزرق، يتم امتصاص عالي ولكنه يعكس وين؟ في المنطقة الخضراء والمنطقة بين الأصفر والأحمر، يعني قليل امتصاصه. لو تلاحظون هنا عالي جدا وهنا قليل في المنطقة هذه إلى حد ما. عشان كذا لما تنعكس الألوان تجيك الألوان أصفر وأحمر، وأكثر ما ينعكس اللون الأصفر ورد. هذا بالنسبة للكاروتين. طبعا احنا عندنا كاروتين كلوروفيل A وكلوروفيل B، تلاحظون B أكثر امتصاصا من الكلوروفيل A. هذا بالنسبة، شفت لاحظ يقول لك أقصى امتصاص بواسطة الكلوروفيل يتركز على المنطقتين الحمراء والزرقاء البنفسجية في الضوء المرئي، بينما في المنطقة الزرقاء والبنفسجية في الضوء المرئي، كما توضح الصورة عندكم كما ذكرناها سابقا. نعيدها على سريع بس لكي توضح، لأن هذه مهمة النقطة هذه. الكلوروفيل يزداد امتصاص معدل الضوء بواسطة الكلوروفيل في منطقة الطيف المحصورة بين الأزرق والبنفسجي من طيف الضوء المرئي، ويعكس الضوء في المنطقة الخضراء. قلنا لهذا تبدو الأوراق باللون الأخضر. الكاروتين وأشهرها منها بيتا كاروتين تمتص الضوء في المناطق الزرقاء والخضراء من الطيف، في حين تعكس أغلب الضوء في المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء.
طيب، سؤال هذا مهم جدا، لماذا تظهر أوراق النباتات باللون الأصفر والأحمر والبرتقالي في فصل الخريف؟ هذا طبعا سوف نجيب عليه إن شاء الله في الدرس القادم، يعتبر واجب مثلا تبحثون عنه. خطوات البناء الضوئي، طبعا في عندنا نقل الإلكترون، وفي عندنا حاجة يسمونها الإسموزية الكيميائية، سوف نتحدث عنها بالتفصيل. نذهب لهذه الرسمة، وهذه الرسمة مهمة جدا، وهي اللي تلخص خطوات عملية المرحلة الضوئية. طبعا المرحلة الضوئية لأنها تعتمد على الضوء، احنا قلنا وين تحدث؟ تحدث على أغشية الثالكويد هذه، كبرنا واحد من الأغشية، هذا مكبر، هذا شفت المربع هذا الصغير، هذا مكبر هنا عندي، يعمل في نوعين. أول حاجة على الأغشية موجودة مجموعة من البروتينات على الغشاء، أشهرها طبعا النظام الضوئي الثاني والنظام الضوئي الأول، تمام. الخطوات، أول خطوة يأتي الضوء بهذا الشكل، يمتصه النظام الضوئي الثاني، وش يحدث؟ في عندي الإلكترونات هنا، عندما يأتي الضوء على شو يسوي؟ يقوم بعملية تحفيز لها فينقلها من هنا عبر سلسلة البروتينات الموجودة هنا على الغشاء. طيب الإلكترونات هذه اللي راحت كيف يتم تعويضها؟ يتم تعويضها عن طريق تحليل جزيئي الماء، عشان كذا ما احنا قلنا قبل شوي جزيئ الماء يستخدم في المرحلة الضوئية، فيتحلل جزيئ الماء عندي إلى أكسجين وذرتين إيش؟ هيدروجين بهذا الشكل، والإلكترونات وين تروح؟ تروح إلى هنا في النظام الضوئي، يسقط عليها الضوء، يقوم بعملية أيضا تمرير لها، طبعا تمرر هذه الجزيئات حتى تصل النظام الضوئي الثاني. النظام الضوئي الثاني كان يعطيها إيش؟ طاقة زيادة، لأنها تكون طاقة فيها خفتت شوي، فتحتاج طاقة على عشان تنتقل عبر حتى تصل بروتين على الغشاء يسمى فيرودوكسين. وش يسوي الفيرودوكسين هذا؟ الفيرودوكسين هذا ينقل هذه الطاقة إلى مركب يسمونه نادبي. النادبي هذا يكون إيش؟ نادبي، يعني شوف أخذنا الطاقة هذه وين صارت؟ في هذا المركب. تذكرون قبل شوي لما تحدثنا قلنا من نواتج المرحلة الضوئية وجود إيش؟ مركب الناد بي اتش. هنا يتم إنتاج الناد بي اتش. انتهينا من المرحلة الأولى، عندي المرحلة الضوئية لها ناتجين اثنين، واحد الناد بي اتش، وقلنا كيف يتم تكوينه؟ عن طريق تمرير إلكترونات الطاقة هذه من النظام الضوئي الثاني، ثم بروتينات الغشاء الثالكويد، ثم النظام الضوئي الأول، ثم إلى بروتين على الغشاء يسمى فيرودوكسين، هو الذي يستقبله ويربطه مع مركب النادبي فيكون مركب نادبي اتش حامل للطاقة. طيب كيف يتم تكوين مركبات الاي تي بي؟ مركبات الاي تي بي في عن طريق حاجة يسمونها الإسموزية الكيميائية اللي قلناها قبل شوي، لو عدنا إليها على السريع، يقولك بسبب التركيز العالي أيونات الهيدروجين داخل الثالكويد وانخفاض تركيزها في الحشوة، طب الحشوة اللي حول، تنتقل أيونات الهيدروجين من مع تدرج التركيز من داخل الثالكويد إلى الحشوة عبر قنوات أيونية في الغشاء، وهذه القنوات عبارة عن أنزيمات تسمى أنزيمات بناء الطاقة، وكلما انتقلت أيون عبر أنزيم بناء الطاقة تكون مركب إيش؟ إي تي بي. زي النقطة هذه، شوفوا لاحظوا الصورة هذه، نتيجة الزيادة هنا والنقص هنا وش يصير؟ يتم تمرير إيش؟ أيونات الهيدروجين. تمر من وين؟ تمر من مركب خاص غشاء موجود يسمى إنزيم بناء اي تي بي أو مخلق الاي تي بي. كل مرة يمر هيدروجين يتحول، تذكروا مركب اي دي بي إلى مركب اي تي بي، فينتج هذا المركب الحامل للطاقة، فتنتهي عندي هذه المرحلة بتكوين مركب إيش؟ الاي تي بي والناد بي اتش. طبعا واحد بس كلها عددها بالملايين، لأن كل غشاء يتم عليه الكلام هذا، وشوف الخليه وكل بلاستيده في الخليه يتم عليها، وكم خليه موجوده في الورقه بهذا تنتج النادبي، فتنتهي عندي المرحله الاولى المرحله الضوئيه بتكوين النادبي اتش والاي تي بي، وتنتهي المرحله الضوئيه. ننتقل بعد المرحله الضوئيه، خلاص تنتج، وين تجي احنا الان؟ احنا هنا، وين طلعت المركبات؟ طلعت هنا. هنا وشو؟ هنا يسمونها الحشوه، اللي هي مكان حدوث التفاعلات اللا ضوئيه، وتستخدم هؤلاء المركبين في عمليه المرحلة الثانية، المرحلة اللاضوئية.
المرحلة الضوئية تلخصها أو يسمونها طبعاً لها اسم آخر يسمونها حلقة كالفن، عالم هو اللي نشرها فيتسمى حلقة كالفن، لكن تلخيصها بهذه الصورة ركزوا معي، احنا وش نتج معانا من المرحلة الأولى؟ نتج عندنا ATP وناد BH. وين بنستخدمها؟ بتشوفون الآن مرحلة التفاعلات اللاضوية وسمونها حلقة كالفن تبدأ بأن يرتبط ثاني أكسيد الكربون، شايفين ممتاز. احنا قبل شوي أخذنا الموية صح ولا لا؟ وقلنا تتحلل ويعطينا الإلكترونات، فاستخدمنا الماء في التفاعلات الضوئية. في التفاعلات اللاضوئية نستخدم الكربون، ثاني أكسيد الكربون. يتحد ثاني أكسيد الكربون مع مركب خماسي خمس ذرات يسمى ريبوز ثنائي الفوسفات. فلما يصير خمسة وعندي ذرة كربون بيصير إيش؟ مركب إيش؟ سداسي. السداسي هذا المركب غير مستقر. كيف غير مستقر؟ على طول أول ما يتكون يتحلل إلى مركب ثلاثة ثلاثة اللي هو حمض الجلوسرين وحاد الفسفات. يعني أول ما يتكون على طول يتحلل مركب سداسي غير مستقر يتحول إلى BGE، طبعاً اختصار له هو حمض جلوسرين وحادي الفوسفات. تمام؟ طيب المركب هذه الخطوة الثانية. طيب في الأولى، طيب الجي بي هذا وش يصير فيه؟ البي جي اي اللي هو مركب يسمى حمض جلوسرين وحادي الفاس يتحول إلى مركب آخر يسمونه جلوسري الدهايد ثلاثي الفوسفات. كيف يتم التحول؟ التحول يتم بمساعدة مركبات الـ ATP والناد BH الحامل الطاقة، فيتم تخزين الطاقة فين؟ في هذه المركبات. هذه نواتج المرحلة الضوئية تذكرونها قبل شوي استخدمت في هذا المكان، فحولنا حمض جلوسرين وحادي الفوسفات إلى مركب اللي هو يسمونه جلوسري الدهايد، جلوسري ثلاثي الدهايد ثلاثي الفوسفات أو يرمز له G3B. طيب بعد هذه العملية وش يصير؟ أنا بنتج عندي من هذه العملية 12، لو تركزون فيه 12 جزيء. لاحظوا 12 جزيء، 10 هنا واثنين شو يصير فيهم؟ يغادرون الدائرة، خلاص يطلعون برا. طيب خلونا في اللي موجودين، اللي غادروا بنتكلم فيهم بعد شوي. الموجودين ما الذي يحدث فيهم؟ يقوم إنزيم، وهذا مهم لازم تعرفون إنزيم الريبسكو، هذا تحطون على تحت 100 خط. الريبسكو يعمل على تحويل هذه العشر جزيئات اللي هي من الجلوسري الدهايد الفوسفات، هذا المركب يحوله إلى مركب ست ذرات مركب يسمى الريبوز خماسي وحادي الفوسفات. يتحول هذا الريبوز إلى ريبوز خماسي ثنائي الفوسفات، من وحادي إلى ثنائي عن طريق الطاقة اللي أخذناها الـ ATP، يعطيها طاقة فتحول من وحادي إلى ثنائي. طبعاً وش بيصير في هذا؟ يرجع يستلم إيش؟ ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى وتبدأ الحلقة من جديد. لكن الاثنين اللي طلعوا هذا وش فيهم؟ هم كل واحد ثلاثي، ثلاثة زائد ثلاثة وش بيصير عندي؟ بيطلع عندي مركب إيش؟ سداسي صح؟ ستة. السداسي هذا وش هو؟ هو سكر إيش؟ الجلوكوز. اللي هو إيش سكر الجلوكوز؟ اللي هو ناتج عملية البناء الضوئي. تذكروا المعادلة، نرجع لها على السريع بس. هذه المعادلة قلناها قبل شوي، اللي هو سكر الجلوكوز، هذا اللي هو نتج عندنا. تمام، عرفنا وين نستخدم ثاني أكسيد الكربون في جزء من التفاعل في المرحلة اللاضوئية لحلقة كالفن. الماء استخدم وين؟ تم تحليله واخذنا الالكترونات اللي فيه في مرحلة الضوئية. حتى في النهاية حصلنا على سكر الجلوكوز. طبعا الأكسجين ينتج من وين؟ في أي مرحلة، الضوئية ولا ضوئية؟ طبعا راح ينتج في المرحلة الضوئية عن طريق تحليل الماء. هذا بالنسبة لعملية البناء الضوئي. طبعا هي حلقة كالفن قلنا، طبعا قد يتبادل الناس انها صعبة وكذا، لكن مع القراءة او مع متابعة الصورة وقراءتها اكثر مرة تجدونها سهلة جدا. هذا بالنسبة لعملية البناء الضوئي، نلخصها في النهاية عندنا مرحلة ضوئية ومرحلة ضوئية وش اللي يحدث فيها، بنقولها بعد شوي ان شاء الله في نهاية الدرس. لكن عندي حاجة، موضوع جزء من الدرس اللي هو يسمى مسارات بديلة. طبعا المسارات البديلة اغلب النباتات تدخل ثاني اكسيد الكربون والماء، الماء عن طريق الجذور طبعا الماء، وثاني اكسيد الكربون تدخل عن طريق الثغور. في بعض النباتات عندها مشاكل، وش مشاكلها هذه؟
إنها تعيش في مناطق صحراوية. طبعاً تعرفين كيف يدخل الأكسجين، يدخل عن طريق أوراق، عن طريق ثغور. هذه النباتات تعيش في مناطق جافة، لو كانت تفتح ثغورها على طول وش بيصير فيها؟ راح يتبخر الماء، وهذه مشكلة تعيش في منطقة صحراوية. لهذا تلجأ إيش؟ إنها ما تفتح الثغور إلا في أوقات محددة، فعشان كذا تلجأ ليحسون مسارات بديلة. المسارات البديلة هذه عندي مسارين، عندي مسار نباتات C4 وهي النباتات اللي تخزن الكربون، مثل مثال عليها طبعا، تخزن الكربون مثل السكر والذرة، تخزن الكربون في مركب رباعي، يعني في الليل تفتح الثغور يدخل كربون، عملية البناء الضوئي تدخل تصير في النهار، فتخزن ثاني سكر في مركب رباعي حتى يجي الصباح وبعدين تدخله حلقة كالثن، فيسمونها نباتات رباعية الكربون، تخزن في مركب رباعي. الشكل الثاني نباتات الحمض الأيض العشبي، وهذه نوع من النباتات اللي تعيش في المناطق الحامضة، وأشهر مثال عليها طبعاً النبات الصبار، الأناناس والسحل أبو الصبار، وهذه تخزن أيضاً في مركب، ولكن مركب حمضي الجرانيشن متبوليزم أسيد يسموه يرمز له BCM، ونفس الكلام حتى في الليل تعد يعطيها مكان تفتح في الليل الثغور وتحطه وتخزنه في هذا الحمض إلى أن يأتي وقت الصباح وتدخله مرة أخرى في حلقة كالفن كان داخل كربون جديد، وتبدأ عملية البناء الضوئي. طبعاً نهاية آخر هذه النهاية، طبعاً هذا السؤال واجب نراه في الحصة القادمة. طبعاً شكراً لكم على حسن الإنصات، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا من الدرس.